السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يا يرضى عم عنك. الحال إن شاء الحمد الله لله رب العالمين، الله يبارك في عمرك. عندي رؤية يا شيخ، رأيت كأني مار من عند تنور، التنور اللي يطبخون فيه الخبز، هذا فرن فرن. أيوه، فأخذت لقيت خبزة وأخذتها وأكلتها، ما شاء الله. فأسمع واحد يقول حطوا لهم فلوس يعني جزاء لهم، كأنه صدقة، يعني نعم كأنه صدقة جارية. نعم فحطيت ريال معدن، اهتز التنور صار ريالين ما معدن. شاء الله ما شاء الله. ايوه، نعم فاهتز مرة ثالثة فطلعت منه دلة كبيرة صفراء ذهبية، فأخذها واحد اسمه أحمد، أعرفه الشخص هذا، نعم وجرى فيها، شو جرى فيها، فأنا لحقته فانتثرت من الدلة هذه مفاتيح، فأنا ناظر بالمفاتيح أقول شكلها مسروقة، وانتهى الفيلم. خيرا رأيت إن شاء الله. أولا التنور في الرؤيا مصدر من مصادر الرزق، لأن زي ما احنا عارفين كلنا إن الفرن ده بيطلع مخبوزات، بيطلع حاجات جميلة جدا، فده رزق. كل الطعام رزق. الله عز وجل يقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. إيه الرزق ده؟ ده كان طعام، كان طعام الصيف في الشتاء، طعام الشتاء في الصيف، وكلما تفيد التكرار يقفل الباب ويفتحه الاكل يتغير، لكن ربنا سماه رزق. فالفرن ده مصدر من مصادر الرزق، ولعل الله يعطيك مصدر من مصادر الرزق. الخبز في الرؤيا انت خدت منها قسم، يعني انت قطعت حته من الخبز. فالخبز في الرؤيا لعله نجاح، توفيق في امورك الحياتيه. ففي كلام الناس روح ربنا يخبز لك، يعني روح ربنا يوفقك وينجحك. والخبز في المنام لعله رزق، ورزق راتب، يعني رزق مستمر. وانا شايف ان انت جاي لك رزق وهتتصدق من هذا الرزق، ولذلك الله بيضاعف لك الأجور وبيضاعف لك الرزق. الله يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، فالشكر معاه الزيادة. خدت بال حضرتك؟ والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ورؤيتك بتحمل لك بشارة كمان بذهاب الهم والكرب من سائر حياتك. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الله يجزاك خير يا شيخ، شكرا. نحن وإياك يا حبيبي.